أصدر النائب العام نبيل صادق قراراً بحظر التواجد في نطاق حطام الطائرة المنكوبة لحين الانتهاء من التحقيقات. وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن القرار تضمن حظر إجراء أي تدخلات أو رفع أي أجزاء من موقع الحادث إلا بعد انتهاء أعمال معاينات النيابة العامة واللجان الفنية المنتدبة وصدور تصريح بذلك من النيابة العامة، وذلك ضماناً لسلامة التحقيقات. فيما يوفد مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي لسلامة الطيران المدني إلى القاهرة اليوم مستشارين بشركة إيرباص لتصنيع الطائرات للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن الحادث.